اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. ها يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه بوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منى ولا هتوافق على الجوازه وهي مغمضه؟ وهي ايه مغمضه؟ Attention, vous tour, attention, un accident. Quoi? Ma belle, je sois, attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على إيه؟ خالتي نوسة. أنت هتمشي ورا التخريف دي أنت كمان؟ ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسة. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولاد ولا ايه؟ وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا سيفت انت قوم. قوم عمتك ماتت. تاني. ايوه قوم يلا فوجا. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا. طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفه لازم الحقها. يلا. بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفله. بسرعه. اوعى غورتك. غور. لا مش وقته. يا رب عصره زي ما عصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عني كنت ماسك هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم. دي ست واصله قوي. انت ايه؟ مين قال لك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود. وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور. انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي. امال اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. يهمني. الله. اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل. انت يا راجل بتستهبل؟ مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمة. افرد سرحانة بحاجة قليلة الأدب ومش عايزك تشوفني. تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل. استنى. انت عميت في عينيك البعيد. مش سايف عيل بيرجع ويودي روح لأمك. كهرمانة لما عيالك عندي شغل. موضوع اسمي عابد الببلاوي. المهنة تنزي حرقني. سن 42 سنة. تعتبدب من أولها 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة. وحلة يا حلة ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك ايه؟ رايح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا. ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. يكون سلمتي نوال بتاعت الاردن والنبي احبها. لا نوال بتاعت الاردن.
أنا بنت غلبانة يوم ما سرق منهم عودة وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص عاوز أعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي اللي أنت مالك ومال ده شغل مالكش أنت دعوة؟ معلش اللي معلش إحنا ما نفضحش حد جبنا العقد وخلاص. من فضلك العقد ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقد. ما أنت شكلك حرامي. لا من فضلك أنا ترزي حريمي. أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ أنت جاي تحرق دمي؟ خلاص عود السرق والإناء اتكل على الله. يلا بقى يلا أنا في حاجة بتدري في دماغي مش عارفة إيه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بيقول له اتجنن ولا إيه؟ سبحان الله. في حاجة يا ساتر؟ يخلق بشبه 40 حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمك يا زبيد. الله أكبر. حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله. أنا عليك لو قابلتيها قولي البنطلون الأزرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين؟ ها فين نسيت؟ ما أنت قصيته وديته الواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح 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 الله هو أكبر. رسمة العين مناخير السايحة. برأيي بقول له انت كده هتبرجرني للرزيلة وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى وروح للرزيلة معاك؟ لا لا رزيلة انت فهمتيني غلط. يبقى انه جنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسة ده نفسي البسك فستان بقصة ايدي. انا ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تربوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخلها دي بتربي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بتنمي. الفلاحة دي ضيقة قوي. مفيش حاجة. هما اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده. أملة دي لا ده فار. كنسي أملة عاملة نفسها فار. القصد جبتها نفسك. اهلا 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 لمؤاخذة اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. شوف دخلة الحريم تسرح كده التنير رجالة قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينة؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين. انت عارفة بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب ده انا خالت. بص عشان انفكوا كده تحب اقلع لكم مالت والنبي اقلع مالت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله. مواضيعكم سبقاكم. الله 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 الله. هم جايينك يا حلوة يا مقصة انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من وراء اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب. هتاكلي بالسبسب وهحط وسك في النار. متجوزة من وراء اهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجاية لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم. دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف. لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب. ورينا يا ابني ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى الورقة اللي كتب عليك فيها يا هبلة سايلها عند واد اسمه سيد في العباسية. تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يسال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك. تعالي يا امور. تعالي تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي. بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقولك ايه يا حلوه الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده سايل نخله سايل بلكونه. الكونترباس ماليش دعوه يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور؟ تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بصي قوي يا خالتي. واحدة هنا خالتي كمان. يا اختي بطة. الواد ده هيسعد البت دي خلي بالك. الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه؟ دوي ده وقفه. استنوا ما اقول لك. بنت يا سعاد. هقول لها هقول لها. اللي هتسمعيه ده ما يطلعش بره.
البت بنتك دي غلبانة، لو ما جوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 أيام هتتعقد وهتموت في حاسة موسيقى. يا مسبتي يا أختي، يا مسبتي يا أختي، يا حبيبتي يا بنتي، لا لا بكتب الله الأسبوع الجاي أتجوزها له. الحلوة لك يا ستينة ما باخدش حلوة يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، أنا عاوزاكي في موضوع يا ستينة. أنا عايزة فلوس؟ لا تتكسف يا بنت، أنا خالتك، أنا معايا 170 جنيه فايدين من التومين، تاخديهم؟ لا مش عاوزة فلوس، عاوزة أهاوي عفريت ابن عفريت ابن حين يطلع عيني الولية المعاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ أيوة. تيجي في السكة دي؟ ليا. هتستحملي أحكامه؟ على راسي من فوق. أخليك تنقي، بس افتكري إن أنت اللي اخترتي. ابعت لي آخر 2 في الكسف يا حبيبي. بس يا بنت التوهية، ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبوي سيري ما عندي كيني دين جاهلة. ايه رأيك يا منوال اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده